راديو الأهرام يقدم حياة النجوم، أسرار وحكايات فيها الحل وفيها المر، نجاحات وإخفاقات. تعالوا نتكلم معاهم عن اللي جاي واللي فات. في أنا والنجوم مع ريهام مازن. يلا يا حبيبي ادينا جاهزنا في 5 دقايق. هي بس عارفه ان انا ببقى مطمنه وانت معايا. دكشن محمد. ما تتكلمي مصري بقى يا هلك. انا مبسوطه جدا ان انا اتكلمت مع الاعلاميه الرائعه ريهام مازن. ما كنتش متخيلة أبداً إن أنا هبقى مستمتعة. الوقت عدى من غير ما أحس بأي لحظة ملل. ساعات بتبقى جاي تعمل لقاء وبتبقى متململ بينك وبين نفسك، طب وأنا هجيب كلام منين؟ أنا هقول إيه؟ طب أنا قلت كل اللي لازم يتقال في كل اللقاءات اللي أنا عملتهم. طول الوقت ببقى شايلة هم اللقاء، لكن فعلا ريهام مازن مختلفة بكل الاختلاف. بتعرف ازاي تحتويك، ازاي تخليك تقول كلام مش شبه الكلام، مش شبه اللي انت قلته قبل كده، وتبقى كمان مستمتع. وكنت ببقى حاسة ان انا قابلتها قبل كده، حتى لما انتهى اللقاء قلت لها انا حاسة ان انا شفتك قبل كده، ان انا اعرفك من زمان. ساعات كتير بنقول الكلمة دي لكنها حقيقية. ست زيها حقيقية، بتفهم وبتقرأ من العينين. أنا بحب اللي يبص في عيني وهو بيكلمني. بحبك يا ريهام، فرصة سعيدة. يا رب أشوفك تاني. إن شاء الله هتتفرجوا على الحلقة ويا رب تعجبكم وما يبقاش أنا دمي تقيل. ريهام أكيد هي القائد، المايسترو بتاع الحلقة. أنا ساعات ببقى خايفة لحسن أبقى تقيلة شوية. بحبكم قوي، وفاء سعيد.